جنبك كأنه نحن ضعنا، ما هيك؟ يعني من شوي قلت إنك بتعرف الاتجاهات ومع هيك ضعنا، فهمني ليش ممكن؟ أكيد بكرة حيلاقونا فرق الإنقاذ تحت شي شجرة وعلينا طحالب إذا ما أكلونا الدياب. آه أوتيه؟ عن جد أنت فظيع. لبين ما أحكي مع حدا يجي ياخد السيارة، أنت فوتي على الأوتيل، تمام؟ ماشي بطل. بس لحظة، شطر. بدنا حدا ينزلنا شنطة. هلأ دوركم؟ إيه دورنا. مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا يا أنسة. شكرا لك. بدي أحجز عندكم جناح لاجتماع السيد جان ديفيت. تكرمي، يلا ثواني. جان ديفيت؟ رح ينزل بهذا الأوتيل؟ إيه، بس مين حضرتك؟ أنا بكون فوتون تاش، أنت مساعدة جان ما هيك؟ إيه أنا بكون مساعدته. على فكرة أنا شايفة صورك بكتير مجلات، بس والله بصراحة ما كنت متوقعة أنك حلوة لهالدرجة. بظن أنه إقامتك هون خلصت وعم تسلمي، ما هيك؟ إيه، بنصحك تسلمي فوراً وتخلصي من الزحمة. أنا بوصل لك سلامك لجان بيك حبيبتي. لو سمحت مشيها للآن، سيفتون بدوري. تكرمك. لازم تروح لأنه بس ثانية هلأ فوراً بتلغي التذاكر، أوكي؟ بدي ضل هون اليوم. أنت شو عم تعملي فتون؟ جان ديفيت هون رح ينزل لك. هاد جان ديفيت، ولي على قلبي رجولة، ذكاء وغنى وأعزب كمان. فهمتي هلأ يا روحي؟ إذا بتريد خليوني يرجعوا الشنطة، رح نضل هون اليوم. تكرمي يا كيف طالعة؟ كالعادة بتاخذي العقل. ليكي لا تنزلوني. يعني لا تواخذيني، بس متأكدة إنه صحتك منيحة؟ طبعاً أنا ممتازة. لأنه مبين التعب عليكي ومخطوف لونك، حتى إيديكي مصفري، لا يكون فيكي شي وأنتي ما بتعرفي. شوفي الفرق بين لوني ولونك. لا تصدقي، لا شايفتك بتجنني وكتير فريش مثل العادة. يعني ما هيك احكي مع قسم السبا وخدي لي موعد فورا. جان بيك قديش رح يبقى؟ اسبوع يمكن، معك وقت بتشوفي قد ما بدك. شو بكري ها؟ شوفي. ولا شيء، جان بيك اللي سويناه راح على الفاضي. فتون من شوي مشيت من الاوتيل وبتسلم عليك كثير، ما عاد في داعي نضل. لا لساتها هون، لانسى فتون جوا بالاوتيل، غيرت رايها، هدول الشناتي الها. معناتها رح فوت. السويت جاهز يا بيك. شكرا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي فوت فورا على الحمام، مو طايق ريحتي. هاتن لقلك، هات المصاري. ليش طالع لك تسأل؟ مشان تتعلم ما تحشر حالك بحديث ما بيخصك، انت ما بتستاهل. ليش ما باخد تيابه وبهره؟ والله فكرة فظيعة. لك هذا الوشم مو ألباتروس؟ اللي واشمه طير ألباتروس؟ لك العمى، شو خطر لك؟ هذا الوشم صار له زمان ريهام، شبه؟ واشمه من زمان؟ إذا هيك معناته مجرد صدفة مو أكتر من هيك. صراحة يعني مو معقول تكون صدفة عادية وبس. لازم تحكي مع فتون، حاكيها وخدي منها موعد. ايه طبعا، بس أنا بالأول رح أخذ تيابك لنظفن تنظيف على الناشف، بيخلصوا أسرع. بدي فوت الدواش على السريع، يعني ما فينا ننظفن نحن بشي فرشاية أو شقفة مبلولة أو هيك شي مثلا، بخاف يتأخروا فيهم وما بدي استنى. لا ولا يهمك، ما رح يتأخروا كتير، أساساً فتون في عندها شغل وبدها ساعتين تقريباً، ولبين ما هي ترجع بيكونوا صاروا جاهزين. إذا هيك تمام، خديهم، بس بسرعة. إيه؟ طيب ماشي، لا تضل مثل زيوس واقف. روح تدوش يلا. خلص عندي. ها؟ يعطيك العافية. أهلين. قديش بدهم هدول 306؟ بيكونوا عندك بعد ربع ساعة. شو؟ ليش مستعجل؟ نظفهم على مهلك، أنظف إذا على مهل، لازمين هدول التياب المسا. لا تاخذهم قبل.
مرحبا، الآنسة فتون طلعت على الغرفة؟ عم تساوي مساج. طيب ممكن تخبريني أول ما تطلع من جلسة المساج؟ ما فيكي ما؟ ما مشكلة، معناته أنا برجع لأشوفها. شكراً كتير. وينك أنت؟ بأقوى، بتعرفي في أكشن على طول. يا الله، شو عم تعملي هنيك ريهام؟ احكي. هاي ريهام، إمتى رح ترجع؟ سلميني عليها قولي لها بيسلم عليكي. زبرجد مو؟ لا مو زبرجد، لا يلا كملي. طيب، جان بيك جابني معه على أوتيل، وما فيني فوت على الغرفة هلا لأنه هو من دون تياب. لاما شو؟ مرة أنت ومرة هو؟ شو اللي عم يصير معك؟ لك جان بيك بده يبيع الشركة، هذا هدفه هلا، بدي حاول بأي وسيلة إنه أعمل شغلات تمنعه. ولك حتى فتون تاش ما عم تفكر بالشغل بنوب، عم تفكر كيف بدها تطبقه. جيهان لو تشوفي هالبنت ما أجملها، بتعرفي عرضت أزياء طبيعي بس محسوبتك. أخذت له تيابه لجان بيك كلياتهم على التنظيف وهو مو لابس، وإذا مو لابس فهميني شلون بده يطلع من الغرفة وهيك. لك لا شوفي شبكي. ألو ألو شو الموضوع؟ شوفي جيهان شوفي، والله خوفتيني. هلأ وقتك حل عني يا ما دخلك. جان بيك ثيابك. أيوة. تفضل خدهم. باخدهم أنا. طيب استناني بس شوي. ماشي. ما بيستاهل مصاري. بيستاهل معذبتك. شكراً كتير يا بيك. تفضل جان بيك. يعطيك العافية، أنا حقلبس. خد راحتك. هاتن. ليش يا خانم؟ المصاري اللي شو بدك فيهم؟ أحيط. شو هاد يا؟ ما تعذب حالك، أنا بريد. لحظة، ألو؟ مرحبا جان بيك، معك رولا مديرة أعمال فتون تاش. فتون خانم عرفت أنك بالأوتيل وحابة تعزمك على فنجان قهوة، شو رأيك؟ أكيد بتشرف، أنا أجيت لهون لقابل فتون خانم. أنت بتحب؟ شاي بشاني، شاي بشاني. بيخلص شغلنا بعد شي ساعة تقريباً، وأول ما نخلص منتصل فيك، أوكي؟ طيب أنا بانتظار تليفونكم، تمام؟ تمام، منشوفك لك. يس. يلا خلينا نلحق. ما توقعت يتصلوا فيني هنن، عن جد برافو عليك ريهام. أنا رح روح أشرب لأنه نشف ريقي. شو هاد؟ فتون تاش ما بتلبس هيك، حرقوا. حاضر إلين خانم. نعم حياتي. إلين، أخي عرف إنك أخذتي له الشغل. من شوي طلع لأقوى يقنع فتون. طلع على الفاضي، ما تخاف، مستحيل ترضى فتون توقع معه. أنت متأكدة؟ تعرفي أخي منيح مو هيك؟ مستحيل يرجع قبل ما ياخد الشغل. بس مو هالمرة أمير، أنا مسكت فتون من الإيد اللي بتوجعها. جمالها نقطة ضعفة. أنا هلأ مشغولة عم أختار التياب اللازمة. إيه طيب،